وأخيراً أريد أن أنوه، كان السيد رئيس الحكومة وعد بأن يشاركنا في هذا الاحتفال ويحضر توزيع الجوائز على الطلاب، ولكنه تأخر بعد انتظار، فعسى أن يكون المانع خيراً. وأريد حتى وهو وإن لم يشرفنا في هذا المجلس، أريد أن أذكر أنه بالنيابة عن مجلس البحوث، فإني أشكر رئاسة الحكومة لتجاوبها مع قرار مجلس البحوث المانع الذي يمنع من استعمال مصطلح النوع الإنساني. صدر قرار من مجلس البحوث وجهناه وخاطبنا به الحكومة يقضي بمنع استعمال مصطلح النوع الإنساني، فاستجابت الحكومة جزاها الله خيراً، وصدر تعميم لمؤسسات الدولة يمنعهم من استعمال هذا المصطلح النوع الإنساني، وذلك لارتباطه بالجندر واتفاقية سيداو الهادمة لبناء الأسرة ولقطعيات الدين. فجزى الله الحكومة على هذا التعميم والاستجابة لمجلس البحوث خيراً، وجزاكم أنتم خيراً، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولاً وآخراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.